ولرفيقي احمد ابراهيم كانوا قاعد يسمع فيا ولا لا؟ يسمع فيك يسمع. ولرفيقي احمد ابراهيم رئيس المسار الديمقراطي الاجتماعي نستسمحكم باش نهديله هذه الابيات الشعريه اللي انا عرفتها بفضله هو. بك يا سيد احمد سنغير الدنيا ويسمع صوتنا القدر، بكم نبني الغد الاحلى، بكم نمضي وننتصر. المتدخل الان مناضل كبير من مناضلي اليسار التونسي منذ السبعينات، عرف الحبس والاعتقالات وراه مسيره نضاليه كبيره حافله ومتميزه. حزبه الحلف الاشتراكي حليف دائم بالنسبه لنا، وخذنا مع بعضنا عديد التجارب في النضال من اجل الديمقراطيه، واليوم احنا مع بعضنا كذلك في الاتحاد من اجل تونس. هو قبل دعوتنا مذكور رغم الالتزامات الحزبيه في شهوان، والان باش نعطي الكلمه للرفيق محمد الكيلاني الامين العام للحزب الاشتراكي، ونطلب منكم تحيه على الحزب. الشعب الطيب والناس الطيبين هذولا مش يخليه ما همش مش يخلوك تكفي على ابنه، ما همش مش يسيبوك على خاطر تخفي قلوبهم، على خاطر شكري بعيد وبنسبة خاصة في شهر الأخير وكأنه يودع الدنيا، تأكد من ذلك، وبصورة خاصة في آخر لقاء له بالدرجة في نسبة كنت متفرج فيه، لفت لمرتي قلت لها هذا الرجل وكأن به، وتأكد من ذلك وكأن به يقول خطبة الوداع، لأني عرفهم يا بسمة مجرمين، عرفهم مغتالي العقل في اي مكان حلوا فيه، ما همش مش يسيبونا، ما همش مش يخلوا عقل نير يرفرف على هذه البلاد وهم حاكمون او متطلعون حتى للحكم. لذلك فان وصيه العيد اخذها على كتفي أن يلزمنا نأخذ تونس، فعلاً يلزمنا نأخذ تونس اليوم قبل غداً، لأنه إذا كان موقف ناش اليوم راهو غدوة ما عادش باش نلقوا حتى شيء، إذا كان رجعوا يا بسمة، إذا كان رجعوا مرة ثانية إلى الحكم بعد الانتخابات الجاية ما ندعو بشيء، مش يطلبونا نشارك في شارع بورقيبة وفي كهف الموسيقى وفي الرجالة وفي كل قطعة زادة وليس الغلابة، مش ننجز في كل مكان انتخبوا فيه إلا وقطعوا الرؤوس. اتذكروا إيران بلاد فارس العظيمة اسبق فيها، اتذكروا العراق بلاد الحضارة، حضارة بلاد الرافدين،
العيد. ما عندناش وصية أخرى، ما عندناش طريق آخر باش نجمو نطبقوا ونجمو نتحملوا وصية بالعيد، وباش نجمو نكونوا أوفياء لدمهم الذي تم إهداره وهو على أمطار من بيته. هذاك علاش يلزمنا الآن قبل غد القوات الديمقراطية ثانية أنادي بها والجمهورية والحدثية تتوحد. الجبهة الشعبية، الجبهة الشعبية والاتحاد من أجل تونس وقوى عديدة أخرى ينبغي أن تتوحد مع بعض هذا. أنا توفنا ولكم أرجوكم. Thank you.